وللمزيد تنضم إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. بعد التحية جرمين، يعني ضعينا في المشهد لديك. نعم، بعد التحية بالفعل كما ذكرتم نتابع معكم فعاليات معرض الدولية للكتاب. في هذه الدورة التي انطلقت تحت شعار نصنع المعرفة وتأتي بمشاركة واسعة من الناشرين. نتحدث عن 1200 دار نشر من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك على مساحة واسعة بتصل 80,000 متر مربع. في من أشكرك جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا من معرض الكتاب لأن هناك مشكلة بالتقنية. شكرا جزيلا لك.